تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهجوم حاد من وسائل الإعلام الغربية بسبب كلمته المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة، وذلك أمام مجلس الأمن الدولي ورفضه لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلى دول الجوار. من جانبه وصفت منظمة التعاون الإسلامي هجوم إسرائيل على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه ابتزاز سياسي مرفوض. وأدانت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة هجوم إسرائيل على غوتيريش، وعبرت المنظمة عن تقديرها الكبير للأمين العام ولدور أجهزة الأمم المتحدة وجهودها الحثيثة على جميع المستويات لوضع حد لجرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. منذ كلمته المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة أمام مجلس الأمن ورفضه لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، يتواصل الهجوم الحاد على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إسرائيل وحلفائها لم يأتي من فراغ. هكذا وصف غوتيريش في كلمته هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه اندلع بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون من احتلال خانق، وهم يرون أرضهم تتآكل باستمرار بسبب الاستيطان، وكأن الإقرار الأممي بالانتهاكات الإسرائيلية يدق ناقوس الخطر في وجه العالم، من ضياع الأمل في التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين. كلمات غوتيريش التي جاءت بعد أيام قليلة من زيارته لمصر وذهابه لمعبر رفح البري ومعاينة الأوضاع على أرض الواقع وتأكده من تعنت قوات الاحتلال ضد إدخال المساعدات الإغاثية، كانت بمثابة الصدمة للعالم الغربي الذي يعيش حالة الإنكار للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عقود على حقوق الشعب الفلسطيني. وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رد على غوتيريش في نفس الجلسة محاولا التشكيك في سردية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن جرائم الاحتلال، زاعما أن الإسرائيليين هم الضحايا. وردا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح تأشيرات لمسؤول الأمم المتحدة لدخول البلاد. بدوره رفض الأمين العام للأمم المتحدة اتهامات إسرائيل بأنه يبرر هجمات حماس، موضحا أنه صدم من سوء تأويل بعض تصريحاته كما لو كان يبرر أعمال حماس.